بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في حياتنا بنقابل الكثير من الحمقى، وبنشوف حمقات وسفالات كثيرة حوالينا من ناس، يعني ناس طبعا بيكون مستوى الأخلاقي والديني عندهم متواضع أو متدني إلى أقصى درجة، وده بنشوف في الشوارع، بنشوف في الطرقات، بنشوف في الأماكن المختلفة، بنتعرض أكيد لهذه الأمور من هؤلاء الأشخاص بشكل أو بآخر. ولكن أن تمتد الحماقة وتمتد يعني انعدام الدين وانعدام التربية والأخلاق إلى داخل بيوت الله، فطبعا ده أمر لا يمكن السكوت عنه ولابد وأن نتصدى له. يعني لو كان في حماقات وبالبلدي كده قلة أدب او انعدام للاخلاق او انعدام للتربية بنشوفه من اشخاص في حياتنا بشكل عام وفي اماكن مختلفة، سواء في الشوارع او في اماكن مختلفة يعني بشكل عام، فده امر ممكن يعدي، لان طبعا مش كل الناس محترمة ومش كل الناس زي بعضها. طبعا اكيد في الصالح وفي الطالح، في الكويس وفي اللي مش كويس، ولكن ان تمارس هذه الحماقة وتمارس أو يمارس انعدام الأخلاق والأدب داخل بيت من بيوت الله، فطبعا ده أمر غير مقبول على الإطلاق. زي ما أنا قلت، ليه أنا بقول كده؟ لأن في أحد المساجد في شبرا الخيمة في مشهد استفزني جدا واستفز الجميع. يعني ما أعتقدش إن في أي شخص، يعني سواء بقى كان متدين أو غير متدين، يعني ممكن أن يقبل باللي حصل في هذا المسجد. لا يمكن لأحد أن يقبل باللي حصل في هذا المسجد. الموضوع ببساطة شديدة جدا، وأنا هعرض لحضراتكم دلوقتي الفيديو عشان تحكموا على المشهد وتقولوا لي رأيكم إيه، لأن طبعا المشهد يعني فعلا في قمة الفجور، مشهد في قمة الفجور أن يحدث هذا الأمر داخل بيت من بيوت الله أثناء أداء الصلاة. الإمام إمام المسجد، يعني الراجل بيقرأ القرآن وبيبتهل إلى الله، ويعني الناس القريبة أو من ربنا لما بيبتهلوا إلى ربنا سبحانه وتعالى أو يبتهلوا إلى الخالق العظيم وبيدعوا ربنا ويعني بيحاولوا يتقربوا إلى ربنا، فبتاخدهم الحماس والمشاعر الحقيقية، مشاعر الإيمان بداخلهم أو المشاعر الإيمانية بداخلهم، بتاخدهم إلى مستوى ممكن ناس كتير ما تبقاش فاهمانه، ممكن يبكي يعيط صوته يعلى، ده كله لأنه بيناجي ربنا. فأثناء ما كان الإمام بيعمل كده، يعني الراجل بيدعي ربنا وبيبتهل إلى المولى عز وجل، فإذا بأحد الأشخاص يقوم بهذا التصرف اللي أقل وصف له إنه تصرف في قمة السفالة وقمة الانحطاط. نشوف كده مع بعض إيه اللي حصل مع هذا الشيخ الجليل، ونرجع عشان خاطر نختم سريعا مع بعض. يا ربنا يا ربنا يا رب يا شيخ، واحد الله كده واهدى كده، ايه ده ما تتعفرطش. شفنا مع بعض المشهد، واكيد طبعا حضراتكم يعني اصبتوا بحاله من الاستفزاز القصوى زي اللي انا اصبت بيها، لان الموضوع زي ما انا قلت يا جماعه مش كلام بيتقال في الشارع او كلام بيتقال في احد الاماكن يعني، ولكن يعني في احد الاماكن العامه بقى، يعني نادي، شركه، بتاع مش عارف ايه، لا ده بيتقال الكلام ده داخل المسجد. وما اعرفش الشخص ده يعني هل هو كان من ضمن المصلين، يعني اكيد من ضمن الناس اللي واقفه بتصلي، اكيد اكيد، ازاي؟ لان ده مش هيجي من الشارع، انا ما اعرفش برضك لان ملابسات الموضوع غير معروفه، ولكن مين الشخص اللي يعني قليل الادب السافل ده اللي في اثناء الصلاه واثناء قيام الصلاه والراجل بيبتهل الى المولى عز وجل والحماس الايماني خده وبدا يدعي، وطبعا الناس بتبكي وناس بتتاثر بهذا الكلام، فاذا باحد الاشخاص زي ما حضراتكم شفتوا يقول له اهدى على نفسك وبلاش تتعفرت. تتعفرت يعني ده، هل هذا لفظ يقال لامام
بيقوم الناس في الصلاة تقول له بلاش تعفرط يعني. وهل من المنطق ومن العقل ان واحد يدخل سواء بقى هو يعني اقتحم المسجد عشان خاطر يقول كده؟ طب انت دخلت المسجد اصلا ليه؟ والكارثة الاكبر لو كنت من المصلين، يعني الكارثة الاكبر اللي انت تخرج من الصلاة عشان خاطر تقول هذا الكلام. لان حتى لو انت كان لك ملاحظة على الامام، يعني لو كان لك اي ملاحظة او كبرت ام صغرت يعني، فاحنا بننتظر الى ان يعني تنتهي الصلاة وبعد كده ممكن نتكلم ونتكلم، وحتى النقاش لا يكون داخل بيت الله. يعني النقاشات، اي نقاشات او اي يعني جدل من اي نوع لابد ان يكون خارج المسجد. المسجد للصلاة فقط وللعبادة فقط، ولكن ان انت تقول هذا الكلام فطبعا انا ما اعرفش ملابسات الموضوع، لان الموضوع يعني هو الفيديو بس، ولكن وترك لخيالنا العنان. يعني انا شخصيا ما اعرفش الشخص ده، لان المفروض ان ده جوه المسجد وايده زي ما انتم شايفين قريبه جدا من الامام، يعني فده معناه ان هو كان من ضمن الناس. طب انت لو حتى كنت من ضمن الناس اللي بتصلوا فدي مصيبه كبيره، اللي انت تخرج من الصلاه عشان خاطر تقول الكلام ده وتهين الامام وتهين الامام. فطبعا ده تصرف انا معرفش يعني ازاي تم وحصل والناس عملت ايه او واجهت الموضوع ده ازاي. انا ما عنديش اي خلفيه عن الموضوع ده يعني، ولكن طبعا انا حبيت اعرض لكم المشهد لان احنا بفعلا بقينا نشوف حاجات غريبه وحاجات عجيبه في مجتمعنا. مين الشخص ده؟ احنا مش شايفين غير ايده، يعني لعنه الله عليه. مين الشخص ده اللي بيتكلم على الامام بهذه الطريقه المزريه واللي بيهينه؟ تخيلوا ان واحد بيهين امام اثناء اداء الصلاة يا جماعة، يعني شيء فعلا ورا. احنا بقينا نشوف حاجات ونسمع حاجات يعني اقسم بالله لم تحدث في تاريخ العالم يعني منذ يعني نشأته، منذ ان خلق الله هذا الارض، يعني الارض والكواكب والمجرات وكما ما شفناش الحاجات دي. ما اعتقدش الحاجات دي حصلت قبل كده، يعني ما اعتقدش الحاجات دي حصلت قبل كده. ولكن طبعا ده مشهد سخيف، مشهد زي ما انا قلت كده بينطوي على انعدام للادب وانعدام للاخلاق، وهذا الرجل يجب ان يحاسب. اتمنى طبعا ان اكيد الشيخ عارف هويته، او حتى المصلين اللي موجودين عارفين هويته، فاتمنى ان هو يحاسب على هذه الحماقه وعلى هذه السفاله وقله الادب اللي مارسها داخل بيت من بيوت الله. يعني فطبعا ده بالاضافه طبعا لعقاب الخالق العظيم له، يعني لان بيت الله والمسجد للعباده زي ما انا قلت، لا نقاش ولا جدال ولا اخذ وعطى ولا الكلام ده كله، المسجد للعباده. اللي عاوز يقول اي حاجه ولو ليك حتى ملاحظه على الامام فتوجه الى خارج المنزل المسجد اسف، وابدا اللي انت تكلم او ناقش الامام او غير الامام في الحاجه اللي انت عاوز تناقشه فيها. ولكن داخل المسجد طبعا مفيش مجال لاي حاجه زي كده، المسجد للعباده فقط. وطبعا اتمنى زي ما قلت لحضراتكم ان الشخص ده يتم العثور عليه عشان خاطر ان هو اهان المسجد، واهانه المسجد والعياذ بالله تعتبر اهانه للخالق العظيم، لان ده بيت من بيوت الله. منتظر راي حضراتكم في هذا الفيديو، انا حبيت برضو اعرضه. احنا بنلقي الضوء يا جماعه على السلبيات اللي موجوده داخل المجتمع، ضمنها هذه السلبيه اللي بتعبر او ممكن نعنونها كده، نديها عنوان بان دي انعدام الاخلاق اللي بقى موجود في المجتمع. ده واحد من ضمن النماذج السافله عديمه الاخلاق اللي موجودين داخل المجتمع بطريقته بكلامه بالكلام ده كله. وطبعا اكيد بالتاكيد انعدام كامل للدين، لان لو واحد عنده ذره دين مستحيل يعمل هذا التصرف الاحمق. منتظر تعليقات حضراتكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.